سيد سليمان، إذن لماذا أغمضت الحكومة، حكومة عبد الله حمدوك، أعينها ووزير ماليته ومصرفه المركزي عن الحلول التي طرحتها كثير من القوى خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأولى؟ لماذا وضعت نصب أعينها خيار واحد فقط هو التعويم، تعويم العملة، والذي يتوافق كما ذكرنا سابقا مع اشتراطات خارجية وضغط واضح من صندوق النقد الدولي؟ هو إذا توافق الحل مع الاتجاهات التي تتبناها المؤسسات التمويل الدولية، هذا لا يعني أن الحل بالضرورة خطأ. فتخيل أن لك اقتصادا تتعدد فيه أسعار الصرف، وسعر الصرف الواقعي الذي تحدده آلية السوق يساوي 5 أو 6 أضعاف سعر البنك الرسمي. يعني السيد معتصم الأمين ليس يقول خطأ، من يجرب المجرب يكون عقله مخرب كما نقول في المشرق العربي. هو يا سيدي إذا كان النموذج الذي يتحدث عنه معتصم السيد معتصم يعني هو نموذج مجرب أو فشل في بعض البلدان، النموذج الذي يتحدث عنه سيد معتصم النموذج التحكمي ونموذج سيطرة الدولة على الاقتصاد هو فشل في كل الدول. فلماذا نعترض على منهج فشل في بعض الدول ونتبنى منهج فشل في كل الدول؟ هذا يا صديقي يعني المنطلقات الأيديولوجية لا تقدم قراءة سليمة منطلقة من المعطيات الاقتصادية كما هي على الواقع. نحن نتحدث عن اقتصاد يعاني اليوم، أنت عندما تتحدث عن كما هو يطرح فكرة تقوية الجنيه السوداني، كيف نقوي الجنيه السوداني إذا كانت الاستثمارات التي تتحدث عنها سواء كانت الاستثمارات الزراعية أو سواء كانت المعادن أو غيرها، هذه استثمارات طويلة المدى. ومع ذلك يعني أوكي أنا يعني صحيح هنالك يعني قصور في جوانب الاستثمار، هنالك أشياء كثيرة ينبغي على الدولة أن تقوم بها كما تفضل السيد معتصم، لكن هذا لا يعني أن سعر الصرف لا وجود له في أرض الواقع. فالآن السودان ليس استثناء من المحيط الدولي والعالمي، الاندماج في مؤسسات التمويل الدولية والعالمية هو ليس سبة يعني. فإذا إذا كانت الدواعي السياسة الاقتصادية الوطنية اتفقت مع توجهات الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو المقرضين والدائنين الآخرين، لماذا لا؟ ولكن ما يثير القلق، قلق المواطن السوداني سيد سليمان، هو ربما الحديث عن غياب خطة مفصلة محددة لدى الحكومة، خطة متكاملة لانعكاس الأمر على الفقراء، الفئات الأكثر هشاشة في البلاد. يعني الحكومة ترمي كرة النار ثم تلحق الحرائق لإطفائها أينما اشتعلت. طبعا هو الإصلاح الذي حدث لسعر الصرف هو ينبغي أن يكون أو هو فعلا كما أعلنت الحكومة هو جزء من حزمة إصلاحات، هو واحد من حزمة إصلاحات، من بين ترشيد الصرف الحكومي، توجيه الدعم المباشر للأسر الفقيرة كما هو مطروح في برنامج ثمرات، وقد علمنا من السيد محافظ بنك السودان المركزي في المؤتمر الصحفي الذي عقد نهار اليوم أن هنالك مبلغا تم تقديمه من البنك الدولي، وكان الاختلاف في التصرف في هذا المبلغ كان اختلاف بين البنك الدولي وحكومة السودان حول سعر الصرف الذي يتم به صرف المبلغ للمستفيدين النهائيين. وبعد التعويم لم يعد هنالك خلافا بين البنك الدولي والإدارة الاقتصادية السودانية. فمن المتوقع أن يدخل المبلغ غدا أو في خلال هذا الأسبوع في الجهاز المصرفي السوداني ويساهم بشكل كبير في دعم وتقوية الجنيه السوداني، كما يذهب المقابل المحلي للمستفيدين ويساهم أيضا في سد عجز الموازنة. ولكن هذا لا يعني أن الحكومة كما تفضل السيد معتصم يعني ينبغي أن تعول على الدعم والسند الخارجي، لا بد أن تكون هنالك خطة وطنية. هذه الإصلاحات هي كما أسلفت هي خطوة ضرورية لتعافي الاقتصاد السوداني، وهي شرط ضروري
لنجاح أي خطة اقتصادية مستقبلية.